47% من البنات اللي وصلهن اعتداء عن طريق شبكة الإنترنت بلغوا أحد أفراد العائلة وحذفوا المتحرش. ليش اخترت هذا المعطى؟ لأنه بناء علاقة بيننا وبين أبنائنا مهم جداً في مساعدتهم للتعامل مع الاعتداءات عن طريق شبكة الإنترنت وعلى مواقع التواصل. تعالوا أسمعكم كيف كنتوا بتتعاملوا مع أبنائكم لما بتوجهولكم بعد تعرضهن لاعتداء أو عنف على مواقع التواصل الاجتماعي. اكتبوا لي، مهتمة جداً أسمعكم.